النظام اللي تسأل عليه وزارة التجارة والصناعة في وزارة التجارة هي السلع اللي تقدم على النطاق التمويلي. هنقدم كيلو الرز بجنيه ونص وكيلو السكر بأربعة جنيه، والمواطن اللي على البطاقة الفرد بياخد 2 جنيه كيلو سكر و2 جنيه كيلو رز. فاللي يقول لي بقى بس السكر بخمسة جنيه بره، أقول له والله مش مشكلة، لأن أنا موفر بجنيه وربع 2 كيلو لكل مواطن. خلي بالك يا حسين، انفصلت الأسواق عن الأخلاق العولة على باسمك، ففضيلة الإنتاج وأن تكون منتجا بالك، فضيلة السمسار والوسيط تسيلت. إيه اللي ممكن تتوقع من كل الكلام ده؟ الأسعار يحصل لها إيه؟ لازم تزيد. أضف إلى هذا إنه بعد 25 يناير ده معطل جديد جدا، المطالبات الفئوية ناتج عنها ارتفاع الدخول وبالتالي زيادة الطلب، وهي اقترنت بتعطل عدد الإنتاج فانخفض العرض.